تشرق الشمس لتزود العالم بالطاقة. هذه الطاقة تجعل من عملية البناء الضوئي ممكنة. فالطاقة الشمسية هي المصدر الأساسي للسلسلة الغذائية على كوكب الأرض. فمن أين تأتي الشمس بهذه الطاقة؟ الشمس هي أقرب النجوم إلينا، فتفاعلات الاندماج النووي هي المصدر الرئيسي للضوء والحرارة، والتي قد تجعل يومنا شديد السخونة. ولكن يمكن استغلال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكننا الاستفادة منها، إما بالضوء كالخلية الكهروضوئية الموجودة في الآلات الحاسبة، أو باستخدام ألواح شمسية يمكننا التزود بالطاقة التي تلزمنا. أما بطريقة الحرارة فنستخدم حرارة الشمس المركزة بواسطة نظام العدسات أو المرايا. فبتركيز أشعة الشمس على أعلى البرج يمكننا رفع حرارة السائل الذي بدوره ينتقل إلى خزان الماء، فنحصل على بخار ذو ضغط مرتفع يمكنه تحريك التوربين لتوليد الكهرباء. إن مقدار الطاقة الذي نستهلكه طوال العام يساوي مقدار الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض خلال ساعة واحدة فقط. فماذا لو استفدنا من الربع الخالي لتوليد الكهرباء؟